من زاويه الجرح وعمقه واضح جدا ان القاتل بيستخدم ايده الشمال. ده قاتل محترف ما بيهزرش. انت مش عارف انت بتنخر. انا عايز اقابل سعادتك ضروري يا باشا. ايه اللي حصل؟ ممكن يكون ما ماتش وفبرك الموضوع ده عشان يبعد الشبهات عنه. احتمال في ظباط ماتوا بنفس الطريقه. سمعت انا عم مش هطير. موضوع السرقه لو اتفتح تاني يتفتح بشكل رسمي. هو انت مش واثق فيه؟ بلا ايه، انا اللي بعمل للبوليس مشاكل مش هم. انا محتاجه لك. الصياد في رمضان على الحياة. رمضان يقربنا.